المهاجرون الأفارقة يشكلون دعما اقتصاديا هاما بالنسبة للقارة الإفريقية، هذا ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة في كلمة خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا المكلفة بأجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي. السيد بوريطة أوضح أنه على مدار الفترة ما بين 2010 و 2020 بلغت تحويلات المهاجرين الأفارقة أزيد من 600 مليار دولار، منها 440 مليار إلى إفريقيا جنوب الصحراء ونحو 200 مليار إلى باقي البلدان الإفريقية، مبرزا أن الأمر يتعلق بدعم اقتصادي هام يتجاوز بكثير مستويات التنمية بل مستويات الاستثمارات أيضا. السيد ناصر بوريطة أضاف كذلك أن هؤلاء المهاجرين يشكلون رصيدا هاما ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل أيضا على الصعيد اللامادي ب 150 مليون مهاجر إفريقي، وأشار إلى أن الاتفاق الأخير للتنمية المستدامة عرف تقدما بنسبة 6.2% بالنسبة للقارة الإفريقية مقارنة بمتوسط إجمالي من 8 إلى 9 على المستوى العالمي.